أحسن الله إليك، متى يؤمر الأطفال بالصلاة والصيام؟ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، سبع سنين، لأنه إذا بلغ السبع صار مميزا، يعرف ما يقال له وما يوجه به، فيؤمر بالصلاة لسبع سواء كان ذكرا أو أنثى. وإذا بلغ العشر يفرق بينهم في المضاجع، مع أمرهم بالصلاة يفرق بينهم في المضاجع، لا يتركون ينامون في لحاف واحد أو متقاربين، لأن هذا يسبب الفتنة. وهذا فيه التربية للأولاد، فيه التربية للأولاد ومراقبة الأولاد والعناية بهم، وفيه رد على الذين يدعون إلى جواز الاختلاط بين الرجال والنساء. فإذا كان الأخ لا يجوز له أن ينام بجانب أخته بسبب أن الاختلاط بينهما يسبب الفتنة، فكذلك الاختلاط العام بين الرجال والنساء يسبب الفتنة والشرور. نعم.